اليوم الوقفة الاحتجاجية تنظمت تلقائيا بعد ما صارت حالة احتقان في الأحياء، بعد ما صارت تكرار العمليات إجرامية وسواطر تمدت قدام العباد. الناس الكل طالبت أنه يجب إيقاف نزيف التوافد المهاجرين الغير شرعيين، لأنه ما عندناش مشكلة قبل معاهم، اليوم طرحت المشكلة وهدت الأمن القومي والسلم الاجتماعي في الأحياء. ريقلوا لهم أمورهم وبرا خليهم يسكنوا، أما هكا عشوائي لا، عشوائي لا، احنا ما يساعدناش هكايا.